أخبار الكريبتو لهذا الأسبوع. في مقابلة غريبة أجرتها فوكس مع سام بانكمان فريد، يبدو أنه ليس واعيا تماما بقيامه بعملية الاحتيال، وقال أيضا أنه نادم على إعلانه الإفلاس. واو، السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف لم يتمكنوا من القبض عليه بعد؟ أو صحيح، لقد شهد في البهاماز وهو يهرب. الـ NFT التي اشتراها جاستن بيبر بمبلغ 1.31 مليون دولار أصبحت الآن تساوي 74 ألف دولار. معلش يا جاستن، السوق شوي تعبان هاي الفترة. نايكي تتعاون مع بوليغون لإطلاق منصة ويب 3 تحمل اسم سووش، والتي ستوفر NFTs ومقتنيات رقمية لمستخدميها على شبكة بوليغون. وبمناسبة كأس العالم أطلقنا حملة كوين مينا جول، وسنوزع جوائز من العملات الرقمية بقيمة 1500 دولار، وأيضا لدينا عرض ثنائي ولا بالأحلام. شارك، تفاعل، واربح. انتهت الأخبار.